نطلب من أبطالنا وبطلاتنا في الكرة الطايرة رجال وسيدات يتفضلوا على المنصة. الكرة الطايرة رجال واللي حلقت فيها في سماء الأهلي وسماء البطولات في موسم تاريخي دائما ما يتكرر بالحصول على العلامة الكاملة في جميع البطولات اللي شاركوا فيها وبحصولهم على بطولة الدوري العام وكأس مصر وبطولة أفريقيا. وفي قطاع الناشئين رجال أيضا حلقت طائرة قطاع الناشئين في سماء البطولات بحصول فرق تحت 17 و15 سنة على بطولة الجمهورية وحصول فرق 19 سنة و17 و13 سنة على بطولات منطقة القاهرة. أما في قطاع الكرة الطائرة سيدات وكما عودتنا فتيات الذهب للكرة الطائرة للسيدات على حصد جميع البطولات التي يشاركن فيها وفي إنجاز دائما ما يتكرر منهن فقد حققنا العلامة الكاملة بالبطولات التي شاركنا بها وبدون أي هزيمة في أي مباراة. قد فاز الفريق ببطولة الدوري العام وكأس مصر والبطولة الأفريقية والبطولة العربية. وعلى نفس الطريق تسير ناشئات الكرة الطائرة على نفس الطريق بتحقيقهن لبطولات الجمهورية تحت 18 سنة و14 سنة وبطولات منطقة القاهرة تحت 18 سنة و14 سنة. دلوقتي نشوف مع حضراتكم الفيديو الخاص بكرة السلة.